فلوق الاخوان الخاص بهاد الثلاثه اللهم يسر. هم قطعناهم ب 2700 درهم، هما دابا الاخوان عطينا 1500 درهم جمله في متادا اللي رجلي عوجه ولكن سمعني تبارك الله. لكن بالنسبه لبيع الاخوان نقولوا 2700 درهم يجي الله تيسير اللهم يسر. هذه عاطين 1150 درهم، 1150 درهم بالنسبة لهاد الحوالة الإخوان، يعني سمعني تبارك الله ولكن مازالين الناس غير تيشدو فينا، مازال ما كيشليش علينا المعقول. هادو بلديين تبارك الله، وهذاك اللي مليح صبري اللهم يسخر. شحطك هذا في ثلاثة؟ ثاني 40. 40 في ثلاثة؟ ايه. زاد 10 لا؟ زاد 10 ها؟ ايه. كانوا عاطينها 30. على جسيم عليك. 40. 2000 درهم تبارك الله. الصراحة الإخوان كاين إنسان اللي تيدخل يشري بالمعقول وكاين غير تيبدا اللهم يسر. شحال قلتي لهم مصطفى شحال؟ 55. 55 هاد 30 هاد 3 وهذاك؟ هذاك قطعتي ب 30. قطعتي ب 30 عطاوك صباح 30؟ عطاوني 30. ما بعتيش؟ ما بعتوش ولكن كاين عندي ديك رجلي وجع. سمين شوية سمين؟ سمين يجزيك الله تيسر. هادو بلديين تبارك الله حرين. هادو بلديين. سمعني انت. سمعني. واي. وجيب الله تيسير. 55000. بغيت فيهم 2500. 25 درهم. 2750 درهم. 2750 باش قطع. اللهم يسير. المهم هادو الاخوان لقاو لنا في 2200 درهم. 44 فاش بقاو يسموني تبارك الله سمعني نقيين. فلوق الاخوان الخاص بهاد الثلاثة اللهم يسر. هم قطعناهم ب 2700 درهم نحتاجهم. 2700 درهم تبارك الله اللهم اللهم يسر اللهم بارك. 2700 درهم تبارك الله. الاخوان دابا غير حيت سمعني ما زعمش عليهم الشاري، ما كانوا كسابيين غادي يمشيو تبارك الله. كانوا كسابيين غير يمشيو بالثمن. اه يمشيو يفوتوا هاد الثمن. اش بغاهم الناس اللي كسيبة؟ بغاو الكسيبة بحال هادا. خاصة انا هذا قول لي. تبارك الله اللهم بارك. المهم هادو الاخوان 2700 درهم اللي بغاو مرحبا. 2700 درهم لواحد حوالا سمعني تبارك الله.